شبه زياد على فكرة. نعم؟ شبه زياد اللي كان عامل دور ابن حضرتك في فيلم فرق توقيت. أيوة صحيح مظبوط. طب وعجبك الفيلم؟ ده أنا روحت الجمعة اللي فاتت وهروحه إن شاء الله الجمعة اللي جاية. للدرجة دي؟ إن شاء الله. هو كمان على فكرة مش بس الفيلم اللي عجبني، اللي عجبني أكتر إن الخطة اللي أنتوا عملتوها نجحت. خطة إيه؟ يعني فكرة إنه كل الأحداث اللي بتعدي بيها البطلة كانت مجرد إلوجنز، فأعتقد إن أنتوا عاملين التويستاية دي علشان تخلوا الجمهور يخش تاني عشان يتأكد إن الأحداث ماشية صح. مش بتسموها تويستاية برضو؟ بنسميها تويست مظبوط. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. اسأل. هو يعني الجمهور عادة بيحب يعرف كل حاجة عن النجوم اللي هو بيحبهم، يا ترى النجوم بقى بيحبوا يعرفوا حاجة عن الجمهور؟ يعني حضرتك مثلا عايزة تعرفي عني أي حاجة؟ يعني أنا من النجوم اللي أنت بتحبهم ولا بس عشان أنا راكبة معاك؟ أنا قلت لحضرتك إن أنا أخش الفيلم تاني الجمعة اللي جاية إن شاء الله. بس قلت برضو إن أنت هتدخل الفيلم علشان التويست مش عشان معجب بشغلي. طب إيه؟ إيه؟ يعني حضرتك مش عايزة تسأليني أي حاجة عني؟ مصمم؟ لا مش مصمم طبعاً، براحتك. تحب مراتك؟ آه طبعاً، كنت بموت فيها لحد ما توفت الله يرحمها. أنا أسفة. لا لا أبداً، أسفة على إيه يا فندم؟ أصل أنا تهيألي إن اللي كنت بتكلمها، لا اللي كنت بكلمها دي كارما بنتي. ربنا يخليها لك. تعيش وتسلم. مراتي بقى قبل ما تتوفى الله يرحمها كانت مصممة ان انا لازم اتجوز تاني، وكتبت لي لستة باسماء كل الستات المعارف والقريبين. وانت المفروض تنقي واحدة من اللستة دي؟ لا دي اللستة اللي مش مفروض افكر فيها ابدا لو فكرت اتجوز.